مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وزيرك واخبار شدا يحيى دحي تعليم تسري يو تيم كيسا وزير الدكاله هير فدرال وزير الدوله غوبلاديدا هل بانا دا لبد لبد غوله وزير دي هوره جامعها يا نمان بحث وحبر الشدة يا كسب وليش نمان تو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي عو آدي آدي فرحان وقت هاي شركان قيمة بدن شنت مال مصاص عضي إن أنا كسوق يبقلنا رنتي هذا الكم حسنا ماشة وحتى كيس يوم مهمة أولي وجدت للي مارتي لو أساسي آدي هذا نقول فرح سنة هاي سيد الله شيء وزيرك يا تيم كيس رنتي وحي جيبين ركورة جيبين سبب طاقة أنو قطان سومالين هاي سياسين تين وحيو بدينيهين إن دمان طوال إن أساسي هينو أيقا بلابين إن الشيغان داد كي كهور ريي يوم عرقتي وحي علي لسوق بتي بدن أم الشيغان تاسنو وحي ومدد دحل سيسي يعني وليغين كولة إن جوغنو هدي أدي كولة أجوغتو غوربة توبن غاريسا يعني وحال ربا إنات شاكتيد إن هرت هذا الأساسي ومدك دادك لأو عادقة كل ميد آي سو شاقيين وحسو غارس ميلا سو غارسيين واد اكتهين سيدي حد مارتي مسؤولين تهرتي ميشاك هاللي شاقين مديد هم بربركو كجرني ميشي وحبارشي ديني إيو حالكين إيو تبرتين إيو قابكين ويالني إيو مانت ميشي جوغنو إن كستو أدويدو مركي لو فيرو ويلو وحبادان نو هرسينيين الحمد لله ما إله إلا هو محمد يلي أيان جونا مرك إن لحسوستو دات كي هرت هذا سو أس أسي برنامج ميز سو جارسي إن لحسوستو وعد مارت قرينين هذا مهم متهي أو ولب عزومي ما أنت وزيري أن أجن هاي لجسوا بالله سو أما جاي هذا محمد علي إلى ما عرفت تضبط ميدي لجسوا بالله وسيت ميدي وزيرك وحبر سو وجوه ريو وزير قد الله قد لا امتحان كصاحب جاي عبد الله إيوه هيك يقول هاي كل إنه إنسوك إنه ورتي وزير كرنتي هذا هو محللنا يعني تاس مركا أنا يعني أنا يقول كهلايو ما جاء أقول هالشعب برمان كفدرة الصومالية برمان كوي توبنات يوم ما دحوينا هالجمهورية دو أنا يعني تقسم ميه ما دحوينا مركو ذلك كم قيني هاي أيام قدومي أقول هالشعب كقسم نقول يا ما دحوينا هالدم قرن بو ودن كده حديث وجوه لكن أسيقو أرين تان قدرينا هيو مهمة أيلا ده هي أكتر هي أسيق الشخصي يعني لسه هاللي من القدوم يا كقيب قال الشركة مثل أسيق أي سوين مر كرونتي وأرين ماركتي كده يشله آدي آن أمد الصومال يدوكو فرح دي أرين تاس مركا أنا قلت تاس لنك مغادو كحلاين محد بالعربة نسو جيدين يا قد وزير يو تيم كيس إيه انتي سو أساستي مع القدو قابا قابا دلو قدري مدنيال يو مروين dadk sharafta badan oo meesha fadhiya ee runtii hore loo sheegay kumaneeyriga meesha ka soo baxayna waxba ma reebin aniga hadaan ku biiriyo raayigeyga dhanaca waxbarashada waxyaala badan 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 aanu harsan waxa kamid ah dadkeena Soomaaliyeed dhaqan waxa jiray hore in dawladuhu wax ka bedelaan loo baahana oo umada la xareeyay jiray waxa kamid ah midalan ba waxbarashada laba nooc waay mid tan hadaan u fadhiino oo maadooyinka la akhristo diini ah oo maadiha akhristo minna mid communication aho ya farsamada gacanta la yiraahdo tusaale ahaan marka kasoo qaadid laakin waxaa jira dadkii hore oo reer guura ah reer baadiya u badnaa ma arday no saleeyeen oo la rabo wili ba ma aragtay in wax laga bedelo wili ba wasaaradda inay wax ka bedeshay dhamaantii inay wax ka bedelaan maxay tahay waad aragteen dadkeena waxa dhaqan oo hore dalkan degay oo la aaminay oo jira oo bedel baahan maxaa ka mid ah dalka dadka farsamada bartay midalan dadka baraha tuma tusaale ka soo qaad dadka baraha sameeyo hadii waagi hore markay balaaweyn dadka tumaasha la yiraado baraha sameeyo masaraha iyo biyaasha noo yeelo waxa sameeyay hadii la buunbuuni lahaa dadka ugu fiican loo aqoonsan lahaa oo yacni sanado la garab istaagi lahaa maanta baabuur iyo diyaarad ay sameyn lahayn waxa la yiri ولب انت اسكلي لو ما بحرين وحا لي حتى قبلينها كورسين بريتومين وارنت اوغو خوم واي او بدلك وباهن دادك ما انت بابرو هدي دياردو هدا سودان
تماش الله هرمريان أنا ودك تماش نوبرتي ميت جان كدقني وأرهن أباهم وسامالي إني بديش أرهن تاس حتى لو حكى لك تسي نساء جاهلين بدو حكم الله إير بعدين مدة مثلا بمسار تمركي لسوقيو كي دور كنتو أدو جيت سوقيو أضاف أسامي نصبواي لكن كبرتي الآن تهدو حبل جوين كرين أسامين ميت جان لقديني وحياله أباهم واي ما حأرهن تاس كلف إني لزويديو سامالي أي نغطو مستقبل كيد إيه هربار كيد يعني أدون كلتر تنتو سومالي إذا أف كيد إيه كأنت هاد كوبا بيسي أنا داس وزارة دو حبارشة أنا وحنا كرمنا هذا سد وحبارشة قالوا أبا بولي دجال كيد لو بلاوي إن لنا عفار السامد لا بلاو وادوك تهين هاد لان يرد يعني وحد أركيسا دد جامع لو قوة بحي وذا باغ مونتا شغب أولاني وبنانين لكن كوي تكنيكيشن كبرتي كمان كن أو فرسام كشغالين إيشو أو أجنبي آ أي سومالي كشغالين سداد أكتهين لأن يرد أن وضع شغال عن تأ هدي لنا عاصمة أرض التعليم تد الحوجين لها كل شغله للهاين مرك وزيرك وحن كعط سنة يا ما دام أبابل آدو في عن أرح جن قليي رنتي مارتي كم وضع السيج يوتيم كيس تفكر أيان يو أنت هري بتعليم تسوى تب أرين تاس إن الحوج سارنو لنا عاصمة معني أي نقطة شغل غفانو أي نغني شغل لغفانو تاس لعن تهدن هرمات برشة مجاري كرتو تاس نقول كل يرجلينا يا وحكله وحبرشة أيضا السلوة والدين والدين يوم معلمين إن يساهب النقطان واي تونتي وحبرشة أم تساملت وحقيب وين قاتي هو يين كي أبي ياشيني وحبرنا كقاتين سد هذا اللي شيء جهي غش كهذا اللي جابنا هاي إيو علمها الدكسديد كأ وحصلن أيجا مارتي وحصارن وان الدال بدن السمين لقالها دد بدن لقالها ذكوب بحسدي تاس المحلوب بهني هاي والدينك وأم هذيلين هنا إن أي كوار قبان علمها دي وحبر الشدود ما أنت لما تد لن ذلك كتاعن هدا هوري الله شيء جي لنا حبر الشدة باهدا يعني الله دبولينا سبواه علمها عن هاد إسقحينا يو أنت بين الله شيء جي دين تلقو خيامي أقول تودن يرتاح أو نفط تودن هالجان أو سكرهيان قاري أقول تكوير كو حد اللي شيء جاي أو يال كماركت يال ويرد اللو به أقول تكوير كو جديد كلوبن أو كله دلوقة ساس أو كله كو ودك جابه كود بارمركا لأن عصرت إن حوج سارنو وزاري دويلي وحنوسو جدينا يا أو الماركت كوسي برارجينا رنتي دلال في عنوا بلاودين وحلو بهني هاي مع الدكسية القرآن تعليمات كدلك الوهايو منهج كدلك يالو وزارة إني كنترول قارو يالا توي وحيالا بدن أو حجرة الماء مسكة هذا لغو بير هايو والرباطة دن كينا هايو داد اسكو شيغا إني معلمين يهين سنت كان وحان أرني أوف نقتر نمي شيغنا هايو حد مركي لقبتين انتا سقفو دن دوري أني قاد دلين الله واركتين أمالينا يا وحاكا لجرة تعليم تل هذا يدن خيامو هين الماء اللو قريو أولا مرين حبابيا كل حجرة يدن تاس إني وزارة آدو تحديرتو آدي آدو نسو جيدين وحاكا لن ربا وزير آدو آدو محسن آدو تيم كاغ أنو خسنت كما دوكتهين بارلمان كوكو إتوانات أسيقو هال سنة وحلمن جوغو لابي إتوان شرعي أو مهم أهن ديس شرعي آدو مهم أهن يوانسحي أو ولي بقار كود توان سنة دو معرتي بارلمان دو خريالين أو لغو دعوائي تاس ددال الحمد لله رنتي هذا نقوم هذا لنا يا هلا بعنا ذي يوم بارمان كم مارت أيه حكومة أيضا أوزة جد بيسي وحيالها آد نغير وحكم ده شروع ذي لنا وح برشده هل أن أنسحين مجرو أو كوس هابسن حكومة بارمان كل هركاني مع الوزير ددال كأوان كم هذا لنا يا ما دام أنا وسيستم فدر على نو جد بني وحيو باهن تحي وح برشده إن شروع ذا السمايو هند شرعية ذا خصاب سن أقاب وحبر الشدة أو فدرالي سن إن حكومة ذا سوقت بيسو وزارة ذا سوقت بيسو حكومة ذا سو مرتول نوكينو تاس وحي عافين داوي نيسا ودوكتين أسقى قبس يجري وزير عبد الله يقول أحبار مركو وزير كها استيادة قاري أسيقى مرونك الأحمر يجري ودوكتين ولين وحيالة بضان سيدة يتاقين دولة قبلات كما حيلا ذا هاي دوكس هوس مايكو اكتاي دوكس سارة مايكو اكتاي ماركتي جامعة ده يعني منهج كده الكورتن واسكوميت هل دلنا هاي ان دولة يعني وزارة دي ده تعليق سارة دوه لسارة انتهي لما ديتنا لكن عرفي ما اسكاكت لغانا حد ايمان تيساس احان جرتي ما هنا شرع النو يالو رب اه او لغا سمييي حكومة سوق بيسي بارلمان انسييي او وحبرشكو سابسن ويلم هاي سنو تاسنا وحن رجينا انتو مان ليت كان حد صعوده او ويلب ايضا كالفريدة حد صعوده انا ما عرفت اي صوت دياري سان كحكومة دهان اديقو او رنتي
sida mas'uuliyiinta horta ay dadayn ay sheegeen takhasuska uu yahay waxbarashada ayadoo dawlad jirin ba soo waday maanta ayadoo dawlad aan noqonay shuruucdaas inaad maartay adiga taariikhdeeda dadyeelato adiga timkaaga aad soo gudbisan taas ma soo jeedinay waa arin aad muhiim u ah taas marka anagu insha Allahu waan ku dadaali doonaa haddii Ilaahay yiraahdo arrimaha hortabinta u leh oo dalka maartay horumarkiisa ku saabsan baarlamaanka inuu meel marin diyaar u nahay madaniyaal iyo marwaayil akhiyaarta badan oo sharaf leh badan meesha fadhiida warka mid idinku fogeynayo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa wasiirka iyo tiimkii sida ay u soo asaaseen siyaasinteen hadda laga hadlayay oo xilalka hore soo qabtay oo ayaga inay yacni isleeyihiin waxaan haddii adiga joogto waa dhimaystiri lahayday oo saas ku maqnaa oo dib looga yeerayn waxaan idinka codsanaynaa sidaad maartay saaxiibka aad markuu hadlayay u hadlay idinka oo niyadsan wax allaale wixii aad waagi islahaydeen dhammaystir bay u baahan islahaydeen wasiirkan haddi halka noo hay ku kordhiya sidaas idinku yeerti saas waa sidaas in la isu qiro xaqiiqdii in la isu qiro qofkii ka horreeyey maxaad igu korinaysa aqoontaada waa aragnimada la isiraado waa sharaf runtii aad muhiim u ah waa aniga waxyaalaha aan maqanay ka mid tahay waana ku dadaali doonaa insha Allahu qof kasto xil haayana khubaradii ka horreysay badala baan dhigay haddii guddoomiyihii golaha shacabka ahay jawaari aqal iyo khubarada inaan la fadhiisto oo aan weydiiyo maxaa noo kordhinaysaa walaalow shalay meel maxaa xaafku ahaa aqoontaadii maska inaan niraano xaqiiqdii caafimaadkan waa ku jiraa wax kala faa'iidaysan waa ku jiraa dalkan waa ku horumaraya wiilaha taa siyaasinta yacni isleh yacni maaragtay dowladaha hadda jira qadarin iyo quumahayaan isleh caafimaad ay u noqonaysaa dalkan waxay u noqonaysaa isku xirkeen is-aaminaadeen in waxa lala wada leeyahay yay daliil u tahay taas marka sidaa daraaddeed arrimahaas aadan u dhiirigelinaynaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in dhibaatada ummadda soomaaliyeed lugooyada ku noqotay yacni horumarkeed hortaagan in ilaahay naga qaado soon ramadaan soo socda aan isku niisamaano aan is-cafino qof kasto siyaasi ah amba waxgarad ah ama ma aragtay yacni isleh waxaan iyo waxaan waa kordhin jirtay waa kordhin lahayd laakiin lagaama rabo mas-uuliyiinta hadda joogta kuma rabaan ku jirtana si niisama waa liidan baahan yahay aqoonteena loo baahan yahay maaragtay maskaxdiina loo baahan yahay soo dhawaada insha Allahu siduu maaragtay wasiirka yeelay dhammaanta anada waa ku dayn doonaa mas-uuliyiinta naga horreysa inaan ixtiraamno sharafno aqoontooda laga faa'iidaysan waa ku wada dadaali doonaa aad iyo aad umaasiin waxaan rabaa kale inaan ku daro wasiirka kumanakeykan waxba lama dhaafin wasiirka waxaan rabaa maadaama asiga dadkii soo saaray hormuudkii yahay intii caaw inta lagu sheegay haddii la fuliyo waxbarashadu waa maharsana xafiiskaaga intaad dhagatid subaxa markaa soo toostib maxaa kuu haray intii kuu qornaa maxaa kuu qabsoomay inaad xafiiskaaga dhagatid taasaan kuu soo jeedinayaa aad iyo aad aad u mahadsan tahay shirkeena waa inoo xirin yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh guul iyo barwaaqo idin rajaynaa asalaamu calaykum